أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وفي عناوينها. أكثر من 40 شهيدا في سلسلة تفجيرات هزت بغداد، ومقتل وإصابة عدد من قادة داعش في غارة للتحالف قرب الموصل. الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستوري اليوم على وقع انسحاب حزب المؤتمر ومطالبة أنصار الله بتعديل التشكيلة الوزارية. إضراب شامل في مناطق الخط الأخضر وشرطة الاحتلال ترفع حالة تأهب القصوى. ارتفعت حصيلة التفجيرات التي هزت أحياء عديدة في بغداد إلى نحو 40 شهيدا وأكثر من 130 جريحا، ووقعت 7 تفجيرات في 6 مناطق مختلفة من العاصمة العراقية. أكثر التفجيرات دموية وقع شرق بغداد، وأودى بحياة 15 شخصا وجرح أكثر من 35 آخرين. هذا واستهدفت التفجيرات حي الصناعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة ومنطقة العامل جنوب بغداد، إضافة إلى منطقة الأمين والزعفرانية ومدينة الصدر. تفجيرات بغداد تأتي بعد عمليات إرهابية استهدفت مدينة الرمادي وتجمعا للجيش وأبناء العشائر جنوب شرق هيت غرب الأنبار. الجيش الأمريكي أعلن أن الضربات الجوية للولايات المتحدة وحلفائها استهدفت قادة في تنظيم داعش كانوا مجتمعين قرب الموصل في العراق. رئيس مجلس محافظة الأنبار قال إن قياديين 2 من داعش قتلا خلال القصف، موضحا أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ليس بينهما، وأضاف إن التحالف قصف أحد أبرز المواقع التي يحتشد فيها عناصر داعش في مدينة القائم بالأنبار، ما أدى إلى مقتل 12 عنصرا من داعش بينهم القيادي أبو المهند السويداوي والي الأنبار والقيادي أبو زهرة المحمدي والي الفرات. الجيش العراقي كان قد حرر منطقة قصر الدر من مسلحي داعش وسيطر على الحي الصناعي قرب مصفاة بيجي شمال تكريت. وقد أكد مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مبنى قائمية قضاء بيجي وقتلت 22 مسلحا من داعش. كذلك تمكنت القوات الأمنية العراقية بمساندة العشائر من تحرير 16 قرية كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في قضاء هيت غربية محافظة الأنبار. سياسيا، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم سماحه لأي سلاح خارج إطار الدولة، وأضاف العبادي أن الحكومة العراقية حصرا هي التي تسلح العشائر ضمن منظومة الحشد الشعبي وتحت إشراف القوات الأمنية العراقية. من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن الجيش العراقي تمكن بمساندة العشائر من تحقيق انتصارات كبيرة ضد الإرهاب. وخلال حفل تكريم شهداء المقاومة العراقية في مدينة قم بإيران، شدد الخزعلي على أن ما حققه الجيش في جرف الصخر يثبت قدرته على الانتصار. قدرة العراقيين إذا تكلمنا عن خصوص العراق على تحقيق الانتصار على عدو يدعي الغرب أنه يحتاج إلى تحالف دولي من 40 دولة ولحد الآن لم يعمل شيء، بينما العراقيون بمفردهم بتكاتف أبناء المقاومة مع الجيش العراقي والأجهزة الأمنية حققوا الانتصارات تلو الانتصارات، وقد يكون انتصار جرف الصخر الذي تحول إلى جرف النصر هو الدليل القاطع على قدرة العراقيين بمفردهم إذا امتلكوا الإرادة والقرار وقد امتلكوها على الانتصار على عدوهم. إلى سوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محاور سوق الهال والبلدية وفي الجهة الجنوبية لمدينة عين العرب شمال البلاد بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش بحسب المرصد السوري المعارض. كذلك نشبت اشتباكات متقطعة بين الطرفين في منطقة ساحة أزادي ترافقت مع قصف داعش أماكن محيطة بمخيم للنازحين قرب تل الشعير، ما أدى إلى مقتل مواطنين 2 وإصابة 4 آخرين. حقل شاعر النفطي في بادية حمص مجددا تحت سيطرة الجيش السوري بعد مواجهة عنيفة مع مسلحي داعش. التنظيم الذي سيطر على الحقل سابقا استمات للاحتفاظ به
قبل انسحابه، لعلمه بأهميته الاقتصادية. كاميرا الميادين جلت في حقل شاعر وعادت بالتقرير التالي لمراسلنا طارق علي. حقل شاعر في قلب بادية حمص بيد الجيش السوري، هي المرة الثانية التي ينتزع فيها الجيش حقل شاعر من أيدي داعش. من عدة محاور هاجم الجيش الحقل، طوق مسلحي داعش قطع خطوط الإمداد من دير الزور والرقة، فسقطت الآبار في قبضة الجيش. قمنا بالتقدم باتجاه حقل شاعر من عدة محاور، سيطرنا على التلال الحاكمة. طبعا المسلحين قاوموا بشراسة مشان يتموا مسيطرين على الحقل، بس الحمد لله بفضل قواتنا الباسلة قمنا بدحر من هالمنطقة. الجيش السوري سعى لاستعادة الحقل بأي ثمن نظرا لخصوصيته الاستراتيجية، فالسيطرة على الحقل تعني تأمين وسط سوريا وربط شرق المنطقة الوسطى بغربها، إضافة إلى أن الحقل ينتج نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز، إنتاج سيعيد النور إلى حمص التي دخلت في ظلام دامس بعد سقوط الحقل في يد داعش. كانت المعركة من أشد المعارك عنفا هون، قمنا بتكبيدها بأكبر خسائر بالأرواح والعتاد، وطلعوا تلاقوا التلال المحيطة بالحقل على اليمين وعلى اليسار ممتلئة بالجساس والآليات المدمرة. قواتنا الباسلة تقدم باتجاه الحقول والآبار المحيطة بحقل شاعر لاستعادتها وردها إلى حضن الوطن والاستفادة منها بشكل الأفضل بالنسبة لاقتصاد الوطن. مسلحو داعش يدركون أهمية الحفاظ على جبال شاعر التي تمثل حلقة ربط أجنحة التنظيم بين الأنبار في العراق وأرياف حلب والحسكة والرقة وحمص، بل إن وجهتهم التالية كان يفترض أن تكون بلا شك مطاري التيفور والشعيرات العسكريين، الأمر الذي لم يتحقق، ذلك أن كفة الميدان رجحت هذه المرة لصالح الجيش السوري. حقل شاعر تحت سيطرة الجيش السوري بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش. معارك عنيفة هنا أتت للسيطرة على واحد من أهم حقول الغاز في البلاد ولتوسيع المساحة التي يسيطر عليها المسلحون بما فيها من منشآت وثروات في مقدمة للضغط على قطاع الكهرباء والغاز في سوريا. طارق علي، حقل شاعر في البادية السورية، الميادين. يجري الموفد الدولي إلى سوريا ستيفن دي مستورا في دمشق مباحثات مع المسؤولين السوريين حول خطة تحرك لحل الأزمة. دي مستورا اجتمع فور وصوله بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. يشار إلى أن زيارة دي مستورا هي الثانية إلى سوريا منذ أن كلفه الأمين العام للأمم المتحدة في تموز يوليو الماضي. أكدت مصادر خاصة للميادين أن الحكومة اليمنية ستؤدي اليمين الدستوري أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قصر الرئاسة صباح اليوم. وكان المجلس السياسي لأنصار الله قد وصف تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة خالد البحاح بالمخيبة للأمل. المجلس شدد على ضرورة تعديل التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المتفق عليها. ومعنا من صنعاء مراسل الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد، متى ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية؟ هو من المفترض بعد قليل ربما. نعم هبة، بعد الآن الوزراء بحسب مصدر حكومي في طريقهم إلى دار الرئاسة في صنعاء لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. في هذا المؤتمر سيتحدث ربما عن الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة، عن طريقة اختيار الوزراء، وأيضا عن ظروف إعادة أو إعلان هذه الحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير. سيتحدث في خطاب أو في كلمة مقتضبة له في قبل المؤتمر الصحفي عن تمثيل الشباب والمرأة في الحكومة. في المجمل الخطاب كما بدأ لي سيكون تفاؤليا، أو بحسب مصادر خاصة سيدعو من خلاله القوى السياسية وأيضا اليمنيين للعمل من أجل بناء دولة اتحادية. سيكشف عن أولويات الحكومة والمتمثلة في التخفيف من نسبة الفقر كما قال، وأيضا تطبيع الأوضاع الأمنية وإعادة الأمن، وأيضا عن تنفيذ مستجدات الحوار الوطني باعتبار ذلك من الأولويات بعد استحداث وزارة خاصة بشؤون تنفيذ مستجدات الحوار، إضافة إلى اتفاقية السلم والشراكة واستكمال صياغة الدستور والاستفتاء عليه. و
وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وإعداد السجل الانتخابي. نعم. اقتصاديا أيضا هذه يعني أولويات الحكومة والملفات الشائكة اقتصاديا، الشروع في تشكيل اللجنة الاقتصادية بحسب اتفاقية السلم والشراكة، ستشكل هذه اللجنة من اقتصاديين لدراسة الوضع ووضع برنامج واضح ومزمن للإصلاحات الاقتصادية وتجفيف منابع الفساد. بحسب المعلومات سيدعو المكونات السياسية لتهيئة الأجواء الملائمة لعمل الحكومة، وبما في ذلك الأطراف التي رفضت هذه التشكيلة، الحزب المؤتمر الشعبي العام وأيضا أنصار الله الذين طالبوا بإعادة تشكيل الحكومة. نعم، كان هناك تحفظ عليها. نعم كان هناك تحفظ عليها من قبل أنصار الله. شكرا لك أحمد عبد الرحمن من اليمن. رفعت شرطة الاحتلال مستوى التأهب إلى الدرجة جيم، وهي ثاني أعلى درجة استعداد في ظل الدعوات إلى الإضراب الشامل والعام اليوم، احتجاجا على جريمة قتل الشاب خير حمدان من كفر كنا في الجليل. خير الدين حمدان 22 عاما أعدم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد. إحدى كاميرات المراقبة كشفت كيف ترجل الشرطي من سيارة الشرطة التي اعترضها خير احتجاجا على اعتقال ابن عمه ليطلق الرصاص مباشرة نحو صدره. عناصر الشرطة أكملوا الجريمة بسحبه إلى السيارة بدلا من استدعاء الإسعاف. ابن انهزم متر ونص أو مترين لقدام، طخوه وقع كمل ورطخه وخلطلق. هذول جماعة مستوحشين، أنا ابنه زي ابن غزة زي ابن القدس زي ابن بير السبع زي ابن الضفة زي ابن الجليلين المثلث ابن فلسطين ابني ابن فلسطين. برشق الحجارة على قوات الاحتلال والإضراب العام والتظاهرة الحاشدة، عكست قرية كفر كنا في الجليل غضبها إزاء جريمة قتل ابنها. الأهالي يرون أن الجريمة اقترفت بحق الشهيد فقط لكونه عربيا، وطالبوا بمعاقبة الجناة. هناك أكثر من غضب وغليان، كفر كنا لم تهدأ ولم تنام حتى ينال المجرم عقابه وحتى يستقيل وزير الشرطة والمسؤول عن منطقة الشمال في الشرطة، لأنهم هم المسؤولين عن الجريمة وهم الذين قاموا بالجريمة بشكل متعمد ومع سبق الإصرار والترصد. أصبح خير الضحية 39 على يد الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي 48 منذ الانتفاضة الثانية، يد خفيفة على الزناد ضد الفلسطينيين كيف لا، وهي مهما اقترفت من جرائم لا تعاقب. أصابع الاتهام الفلسطينية موجهة بشكل مباشر إلى الحكومة الإسرائيلية التي تغذي بسياستها اليمينية المتطرفة الكراهية والعنصرية ضد العرب. هناء محميد من قرية كفر كنا في الجليل، الميادين. تظاهر نحو 200 شخص من الحركة الإسلامية على تقاطع بن غوريون في مدينة حيفا المحتلة ضد جرائم قوات الاحتلال العنصرية في مدينة القدس، وقد عبر المتظاهرون عن غضبهم من السياسات الإسرائيلية الإجرامية في القدس المحتلة وباقي المدن الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الاحتلال ومهددين بإطلاق انتفاضة ثالثة. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتوجه هذا الشهر إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار يعد الأراضي التي احتلت عام 67 أراضي الدولة الفلسطينية، وكذلك لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال. وفي اجتماع طارئ للقيادة في رام الله، قال عباس إن فلسطين تريد من مجلس الأمن الدولي بيانا يؤكد أن هذه أراضي مقدسات إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها، داعيا المجلس إلى إدانة انتهاكات إسرائيل. كما أكدنا في الماضي، هذا الشهر سنقدم مشروع الطلب إلى مجلس الأمن، فإما أن نحصل على 9 ويذهب إلى مجلس الأمن، وإذا لم نحصل على 9 يكون يتوقف هذا، لكن إذا حصلنا على 9 أصوات يعرض على مجلس الأمن، فإما أن يقبل به وإما أن يرفضه. والخطوات التي تلي بعد ذلك كلنا نعرفها وسنقوم بها خطوة خطوة.
المؤسسات الدستورية في تونس تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لموعد الانتخابات الرئاسية، فيما تشيد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بدور الإعلام الوطني. تضع هيئة الانتخابات عدة توصيات خاصة فيما يتعلق بمراقبة مصادر تمويل المرشحين 26 للانتخابات الرئاسية. التقرير لبلال مبروك. الشروط هي نفسها للتغطية الإعلامية للسباق الرئاسي كما كانت في الانتخابات البرلمانية. المؤسسات العالمية وفقت في تجاوز مرحلة انتخابات 26 من أكتوبر تشرين الأول. الإعلام الوطني يحوز إشادة برغم بعض الهينات، والقنوات الفتية نجحت في نقل الاستحقاق الانتخابي برغم تواضع الإمكانات. هو تقويم أصدرته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أيام فقط قبل موعد الطريق إلى قرطاج. اللجنة ذكرت وحذرت ونبهت من أي تجاوز، وأوصت بضرورة التقيد بالشروط المعتمدة في تغطية الحملات الانتخابية وبمعاملة كل المرشحين على قدم المساواة. لاحظنا يعني تعاون كبير مع المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ومع الصحفيين، وفما يعني وعي بضرورة التقيد بالضوابط اللازمة في الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية. خد تعرفوا فترة لها خصوصيتها، دونك يجب التحلي بمبادئ أو تطبيق مبادئ الحياد والشفافية والاستقلالية إلى غير ذلك. 26 مرشحا يطلبون ود كرسي قرطاج. قوة الرهان دفعت بهيئة الانتخابات إلى التحذير من تجاوزات قد تطرأ، فتحييد دور العبادة عن الدعاية السياسية ومراقبة سير الحملات ومصادر تمويلها أصبح من أعلى اهتمامات الهيئة، تجنبا للتجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية. الهيئة تتوعد بعقوبات صارمة هذه المرة قد تصل إلى حد إسقاط ترشح من يتجاوز القانون. اللي نأكدوه لهنا وأنه هناك رقابة كبيرة على الحملة الانتخابية، ناهيك وأنه هناك مال عمومي يسند إلى المترشحين. تعرفوا أنه كل مترشح عنده قرابة 75 ألف دينار هي تمويل عمومي، زد على ذلك المبادئ العامة للحملة الانتخابية وما فيها من ضوابط اللي على المترشحين أنهم يحترموها، وإلا تعرفوا أنه هناك تهديد بإسقاط الترشح إن لم يتم احترام هذه الضوابط. العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية انطلق، ووتيرة التنافس على أشدها، والهيئات الدستورية ترصد بعين المراقب حملات المترشحين حرصا منها على إنجاح أول استحقاق رئاسي بعد ثورة الحرية والكرامة. بلال مبروك، تونس، الميادين. قتل 5 جنود وأصيب 28 آخرون عقب تواصل المعارك بين الجيش الليبي وتنظيمات إسلامية مسلحة في مدينة بنغازي شرق البلاد. حصيلة القتلى في المدينة وحدها وصلت إلى أكثر من 300 قتيل في أقل من شهر بحسب مصادر طبية. هذا ويواصل الجيش الليبي عملياته ضد المسلحين في مناطق متفرقة من بنغازي في محاولة منه لاستعادة السيطرة عليها، بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري. قالت وزارة الداخلية المصرية إنها رصدت صدور تكليفات من قادة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لعناصر التنظيم داخل مصر بسرعة توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططات التنظيم التخريبية بحسب الوزارة. وأعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية، أعلن أن المخططات تستهدف إثارة الفوضى والعنف في البلاد. رصد قطاع الأمن الوطني صدور تكليفات من قيادات التنظيم الدولي للإخوان لعناصر التنظيم داخل مصر بسرعة توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططات التنظيم التخريبية. وأشارت المعلومات إلى اطلاع بعض العناصر الإخوانية من القائمين على لجنة الزكاة بمسجد الرحمن بمنطقة بولاء الدقرور محافظة الجيزة بتنفيذ هذا التكليف، وسعي عضو التنظيم بهجة عزة حسن الأناضولي دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة لجنة الزكاة بالمسجد لتوفير الدعم المالي لعناصر التنظيم من خلال المبالغ المالية التي ترد للجنة الزكاة عن طريق التبرعات، وذلك لتنفيذ مخططات التنظيم لإثارة الفوضى والعنف بالبلاد.
أعلن المؤتمر الوطني السوداني تعديلات في مكتبه القيادي ضمن خطة لوصفها الحزب الإصلاحية. ووفق الخطة فقد دفع الحزب ب70% من الوجوه الشابة للمكتب القيادي. وقال مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس الحزب إبراهيم خندور قال إن الخطوة تأتي ضمن وثيقة الإصلاح التي أقرها الحزب. وكما ترون كل استكمال المكتب القيادي تقريبا كاملا من جيل الشباب، أغلب الأمانات تقريبا من جيل الشباب، رؤساء القطاعات جميعا هم نسبيا من جيل الشباب في الحزب. بالتالي المقصود هو إنزال وثيقة الإصلاح إلى حيز التنفيذ، وجزء من وثيقة الإصلاح هو تواصل الأجيال، تتابع العمل، انتقال الخبرة والانتقال العمل إلى أجيال جديدة. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى العاصمة العمانية اليوم، حيث تنطلق جولة مباحثات جديدة بين طهران والسداسية الدولية حول الملف النووي الإيراني. رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني رأى أن المفاوضات حول الملف النووي شهدت تقدما. لقد شهدت المفاوضات تقدما وأهداف الطرفين متقاربة، وهناك فرصة جيدة لتسوية هذه القضية، وأعتقد أن تسويتها يمكن أن تؤثر على القضايا الإقليمية الأخرى. بطبيعة الحال إيران تقبل الرقابة الدولية في إطار القوانين الدولية، ويجب أن يكون واضحا للجميع أن إيران لن تسعى أبدا وراء امتلاك السلاح النووي، وكذلك لن تقبل قواعد جديدة خارج إطار القرارات والقوانين الدولية. الجولة الآن مع هبة الله بيطار التي ستأخذنا في عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. صباح الخير هبة. صباح الخير لك أيضا هبة، وصباح الخير لكم مشاهدينا. البداية من سوريا مع صحيفة الوطن، ونقرأ فيها خطة لمؤتمر حوار بموسكو، ومعاذ الخطيب سيتقدم المعارضة. دمستورة بدمشق، والمقداد يعد بالانتصار في حلب. واشنطن تسحب اعترافها بالائتلاف. الجيش يبدأ عملية عسكرية على سفوح جبل الشيخ لتخفيف الضغط عن داعش بعين العرب. النصرة تحشد لاقتحام عفرين. الانتربول: تركيا سمحت بدخول آلاف الإرهابيين إلى سوريا. ومن سوريا إلى السعودية مع صحيفة الشرق الأوسط، وفيها بن علوي: نقرب بين السعودية وإيران بترحيب من الجانبين. والسلطان قابوس بخير وآلية الخلافة واضحة. وزير الشؤون الخارجية العماني في حوار للشرق الأوسط: القمة الخليجية يجب أن تعقد في موعدها بقطر، وتوافق على رعايتنا للاجتماع النووي اليوم. أيضا في الشرق الأوسط: مصادر سعودية، حوالات أجنبية في حسابات موقوفي إرهاب الأحساء. اللواء التركي للشرق الأوسط: عدد المعتقلين سيرتفع. نبقى في الخليج ولكن إلى الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الخليج، وجاء فيها: اليمن في مهب الفوضى والحكومة إلى انهيار. عشرات القتلى ومجلس الأمن يعاقب صالح والمؤتمر يقيل هادي حزبيا. جبهة مصرية يونانية قبرصية ضد الإرهاب واستفزازات تركيا. مخطط إخواني للفوضى بأموال الزكاة ومقتل واعتقال تكفيريين. الأكراد يتقدمون في عين العرب والمعارضة نحو دمشق. تحرير 16 قرية في هيت وغارات على مواقع وحقل نفطي. إلى ليبيا: ألفا شرطي لتأمين بنغازي والجيش يسيطر على كيكلا. من الصحف اليمنية نختار صحيفة الثورة ونقرأ فيها: بان كي مون على الأطراف السياسية احترام التزاماتها والعمل من أجل مصالح اليمن العليا. ترحيب إقليمي ودولي واسع بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة. مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قيادات أنصار الله لتهديدهم استقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية. العقوبات تشمل الأموال والأصول ومنع الثلاثة من السفر. الاتحاد الأوروبي يسعى لإقامة دولة فلسطينية. عباس يؤكد التوجه إلى مجلس الأمن. أما الختام فمن الأردن مع صحيفة العرب اليوم، وفيها: فريق اغتيال بن لادن في بغداد لملاحقة البغدادي. وأيضا في العرب اليوم نقرأ: النسور يطمح لشراكة مع 85 نائبا، ومساحات الشغب والمناكفة تتسع.
وفي الختام، الائتلاف السوري يتفاوض مع موسكو ومبادرة جديدة بعنوان الانتقال السياسي. الآن إلى الصور بين الماضي والحاضر.